بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية حبل الغسيل. حبل الغسيل، ملابسكم زرقاء، ملابس هذه المجموعة خضراء وهذه المجموعة صفراء. المطلوب أن تأتي بمفرد أسر، مفرد أسر على قميص، هتكتب لي مفرد أسر. القميص الثاني تكتب علي مفرد أصدقاء. يعني تختار قميص هكذا تكتب عليه مفرد أسر. إيه مفرد أسر؟ تكتبه عليه وتعلقها هنا، مفرد أصدقاء وتعلقها، مفرد عناوين، مفرد عناوين، مفرد عناوين، ومفرد مساجد، خليهم على قميص واحد. أيوه فهمتم؟ فهمنا. اللي مش فاهم مين؟ أيوه على القميص. آخر قميص هتكتب عليه كلمتين، مفرد عناوين ومفرد مساجد. أول قميص هتكتب لي مفرد أسر هنا على القميص، وأول القميص الثاني مفرد أصدقاء، القميص الثالث مفرد عناوين ومساجد، الإجابتين معا. يعني يبقى عندك ثلاثة قمصان، اللي هيخلص القمصان بتاعته ويعلقها الأول وإجابته صحيحة سيحصل على جوائز. مفرد أسر إيه؟ تكتبها على قميص، ومفرد أصدقاء تكتبها على قميص، مفرد عناوين ومساجد على قميص واحد. فهمت؟ اجلس. اللي ما عندك هتعلق، تاخد منه وتعلق، راجع معاه يمكن يكتب خطا. المجموعه كلها متعاونه مع بعض، من هيكتب هنا؟ اجلس جنبه يا عبد الله، عبد الملك وسعود. لو كتب خطا عد الله، اذهب اليه، اذهب اليه. براء، عرفت الاجابات؟ عرفت الاجابات؟ مين اللي هيكتب هنا؟ اجلس معه وراجع معه، انظر اليه وهو يكتب حتى لو خط. ابدا الاجابه اسرع. اللي هينتهي بسرعه ويعلق القمصان الثلاثه اجابات صحيحه له جوائز. وقت هذا فهم. كن مع زملائك. هذه اكتبها لحالها. كل كلمه الحل. الجوائز أول مجموعة ستحصل على جوائز فورية. أنا لن أقول، خلاص أنا قرأته. أول واحدة خطأ، عندك مساج، ما أنت كاتب مساج. قلت راجع معاه، قلت راجع معاه. عبد الملك راجع معاه، كاتب خطأ، راجع عشان الإجابة تكون صحيحة. ايوه اسرة صح، مفرد اسر، اسرة. لا تقدر تعلق كده كده، خلاص سيبها يلا. تاني سيبها. مفرد اصدقاء، صديق، ساعد زميلك، اضغط جامد. مين؟ خلاص ستفشل المجموعة إذا لم تسمع صديقك وتتعاون معه ستخسر. اسمع كلامه، اسمع كلامه. لا أنا ما هتكلم. عندك عناوين ومساجد مفرد. خلاص ما يكتب، خد أنت اكتبه. هات اللي هات اللي اكتب يا عبد الله، أنت وعبد الملك. ها المجموعة الصفراء، دور هذا كده يا احمد. افتح الدبوس، افتحه كده، يخليه مفتوح كده، وتضغط كده وتروح عاملها كده اهو. اضغط جامد، هات اساعدك. مفرد عناوين، عاوز كمان معاه مساجد، كمل معاه مساجد كمان. هدي
هات اساعدك. خلاص اهو خلاص خلاص. طيب انت علقت ليدا ابو حسين واحد بس، هدي كتبت عليه شيء؟ لسه ما كتبت. ها ايوه مسجد، بس حط نقطه الجيم. امسك كويس. خلاص خلاص. هنا هذه المجموعه صديق اسره عنوان مسجد. المجموعه هذه تقف هنا، هذه المجموعه تقف هنا، ابعد يا ليس، لا تقف معهم. كاتب كلمه وما انتهيت. مجموعه عثمان هي المجموعه الفائزه والمتعاونه، فراج وسلطان ونواف وخالد وريان. المجموعه هذه كانت تتشاجر، والمجموعه هذه لم تكتب بعد، انتهت من كلمه واحده، كلمتين، وبقيت لهم كلمتين. لذلك هذه المجموعه كل تلميذ ياخذ جائزه. هذه فائده التعاون والسرعه. قفوا مع بعض هنا، ارفع الشيبسي، ارفع الكيس، ارفع الكيس. فراج اتركها خلاص يا فراج. وفي الختام، ان عجبتكم الاستراتيجيه والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.